وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: بعد الأذان نصلي ركعتين، ما هي صيغة النية؟ النية محلها القلب، فهو يقول أصلي الله تعالى سنة. لا لا يا أخوان، الله يرضى عليكم، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة مطلقا. وأما من قال إن إهلاء إن النبي لما قال لبيك الله، أو قولك لبيك اللهم عمرة إلى غير ذلك، ولبيك اللهم حجا، قالوا هذا إهلال وليس إيش؟ وليس نية. النية محلها القلب، لا يتلفظ بها، لا يتلفظ بها أبدا.